بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الآن مع 89 حول الهندسة الفضائية من امتحان وطني سنة 2010 الدورة العادية. التمرين هو كنا طلب في الفضاء المنسوب إلى معلم متعامل منظم مباشر أو أي جي كا النقاط والفيل كا هي عندكم. بين أن أ بي فيكتوريا أ سي كيساوي 3 أي زائد 4 كا. دونك سؤال واحد لدينا أ بي، شنو من العلاجية نتاع المنتج يا ربي؟ هو إكس بي ناقص إكس أ، يعني 3 ناقص ناقص 1 هي 4، ثم 0 ناقص 0 هي 0، ثم 0 ناقص 3 هي ناقص 3، إذا ربي هي و أ سي، دونك أ سي 7 ناقص ناقص 1 هي 8، 1 ناقص 0 هي 1، ناقص 3 ناقص 3 هي ناقص 6، دونك هادو هما الاعداديات تاع اس. اذا ا بي فيكتوريال ا سي كما العاده ناقص زائد، منين غنجيب هادو؟ غنحط حدايا ا بي و ا سي وحده حدا وحده. ا بي شنو عندها؟ عندها 4 0 ناقص 3 بحال هكا، ا سي 8 8 1 ناقص 6 وكنحسب. دونك بالنسبه ل ا بي ا سي، دونك هي ا بي ا سي الاوفسون نتاعها، الاوفسون نتاع ا بي فيكتوريا ا سي، كنحيد الاحداديات نتاع او الافاصيل نتاع ا بي و ا سي كنحيدهم و كندير ديترمينو تاع هاد الاربعة، يعني صفر ناقص ثلاثة ثم واحد ناقص ستة. هنا غنحيد توعية لان انا باغي ندير جي، دونك توعية عفوا، اربعة ناقص ثلاثة هنا ثمانية ناقص ستة، و هنا غنحيد توع الزاد او لا توع كاف، اربعة صفر ثمانية واحد، اربعة صفر ثمانية واحد، وكنحسبو دي تيرمينو عادي، غنحسبو دي تيرمينو عادي، كملت مع هادي، دونك تساوي صفر في ناقص ستة هي صفر، ناقص ناقص ثلاثة تولي زائد ثلاثة في واحد هي ثلاثة، دونك ثلاثة أي ناقص، أربعة في ناقص ستة هي ناقص 24، ناقص مع هاد ناقص تولي زائد ثلاثة في ثمانية هي 24، دونك ناقص 24 زائد 24 هي صفر جي، زائد أربعة في واحد أربعة ناقص صفر في ثمانية صفر يعني أربعة كا، صحيح؟ إذا تساوي ثلاثة أي زائد أربعة كا، صحيح؟ ثلاثة أي زائد أربعة كا. لحسن الحظ في الامتحان كيقول لك بين أنه كيعترف، يعني واخا خطأت تعرف أنه راك خطأ، إن عطاك فين باغي توصل، متفقين؟ دونك هنايا لحسن الحظ يعني كيقول لك بين أنه، يعني كيعطيك الحل اللي غتوصل ليه. 3 اي ناقص زائد 4 كا نورمالمون، لو كان في فرض ولا في حاجه ما غاديش يعطيك هادشي. هذا شنو غيقول لك؟ يقول لك ديريكتومون بي حدد معادله ديكارتي لي ا بي سي، ديريكتومون حدد معادله ديكارتي لي ا بي سي. باش نحدد معادله ديكارتي لي ا بي سي خصنا نقلب على واحد المنتجيه منظميه. شكون هي المنتجيه المنظميه على ا بي سي؟ هي ا بي فيكتوريا اس، ا بي فيكتوريا اس منظميه على ا. من خلال ديك المنتجيه نقدر نحدد المعادله ديال المستوى، صحيح؟ دونك ا بي سي مار من ا مثلا، ناخذ واحد النقطه و مثلا هذه سميها و ا بي ا سي، هذه 100% منضميه على المستوى ا بي سي، ان جدا المنتجيه كيكون منضمي على المستوى المحدد للمنتجيتين. ا بي فيكتوريا ا سي يكون عمود على المستوى المحدد ب ا بي و ا سي، شرحنا شرحته في الدرس نتاع الحساب المنتجيه او الجدا المنتجيه. اذا مار من ا و منضمية عليه، إذا ا بي سي هو مجموعة النقط ام اكس ايكغيك زد، بحيث لاحظوا شنو بحيث شنو عندي واحد المستوى هو نوضح الامور باش نعرف واش كنديرو، وعندي واحد المنتجية منضمية عليه، وهذا المستوى يمر مع النقطة ا، اي نقطة من هذا المستوى
ام اي نقطه الا وغيكون عندنا ان عمودي على ام. شنو المعنى ديال عمودي؟ يعني جدا المنتج جدا السلم تاعهم كيساوي صفر. اذا بحيث وجه بحيث ام سكالر هذه عطينا صفر، بحيث ام هولا ابي فيكتوريال اسي سكالر هذه سكالر ام كيساوي صفر. العدد المنتج سكالر المنتج كيعطينا عدد. و دونك دابا هذه ام اللي ما عنديش، هذه عندي ام. شنو هما الحاجه ديال تاعها؟ يكون اكس ناقص في سلطه ا واحد، يعني ناقص ناقص واحد تولي زائد واحد، ايكراك ناقص صفر تبقى ايكراك، ثم زد ناقص ثلاثة. دونك هذو هما الحاجه ديال تاع ا. اذا اولا يعني الجداء المنتجعي كيساوي الجداء السلمي كيساوي صفر، يعني الاوبسول في الاوبسول زائد الاورتو في الاورتو زائد الاورتو في الاورتو كيساوي صفر. شنو هو الاوبسول تاع هذه ا بي فيكتور اسي؟ الاوبسول تاعها هو 3. دونك هي ا بي فيكتور اسي عندها 3 0 4، ان ما عنديش هي 3 0 4. ا بي فيكتور اسي عندها 3 0 4. اذا غنديروا 3 اكس زائد 1 يعني 3 زائد 0 في ايكغيك زائد 4 في زد ناقص 3 تساوي صفر. ونشر 3 في اكس 3 اكس، نخليو هذا العدد ثلاثه ونحسبوه صفر ايكغيك صافي مشات. 4 زد زائد 4 زد، شوفوا الارقام 3 في 1 3 ناقص 4 هي ناقص 1. دونك هذه هي المعادله ديال ا بي سي. صحيح جاوبنا على السؤال الاول. دونك شوفوا واش هي هذيك 3 اكس زائد 4 زد ناقص 9. غلطنا في شي حاجه في الحساب وصحيح ناقص 9. فين غلطنا؟ هنا ولا غلطنا؟ 3 في 1 3، 4 في ناقص 3 هي ناقص 12، ناقص 12 زائد 3 هي ناقص 9 ماشي ناقص 1. انا درت 4 في 1 ما درتش 4 في 3 ناقص 9 صحيح. دائما تاكد واش راك غلط ولا لا، وعاود الحساب راسك واخا ما كاينش التاكد، عاود الحساب دائما، عاود الحساب في ديك اللحظه باش تخدم التمرين. ما تخليش تكمل التمرين وتعاود تمرين اخر عنده علاقه به وتغلط في كل شيء وتلقى شي حاجه غريبه عاد ترجع تصح من الاول. لا، الضربه الاولى فيريفي واش عندك صحيح ولا لا. الضربه الاولى تبقينا كتبغي تخدم الامتحان، ماراكش تخدم الفرض ولا شي حاجه. دونك تراجع في الضربه الاولى، كي كملت انا هذا السؤال خصني نراجعه نشوف باش نتاكد من الاول بلا راه عندي صحيح. صحيح مزيان. الو السؤال الثاني بين ان مركز الفيلكا هو اوميغا واش هو ار. دونك هذه باينه صافي جاوبنا على السؤال الاول. شوف لو كان ما عنديش هنا المعطيات هنايا، يعني معادلة المستوى اللي حددتها وجود المنتج، الأجوبة عندي هنا خصني نكتبهم في ورقة ديال الوسخ. دابا راهم عندي هنا يعني راهم حدايا ما نخممش، ولكن لو كان ما كانوش حدايا خصني نكتبهم في ورقة ديال الوسخ ضروري. علاش؟ باش مابقاش نقلب عليهم. ديما كنقول لكم هاد الجملة هادي باش الدكتور مزيان. دونك زوج لدينا، دونك الفيلكا شنو هي المعادلة الديكارتية تاعها؟ اكس كاري بلس ايكغاي كاري بلس زد كاري موان 6 اكس موان 2 y موان 15 ايكال زر. الوغ باش نعرفو المركز والشعاع خصنا نكتبوها بالشكل نتاع اكس ناقص الفا اوسي 2 زائد ايكغاك ناقص بيتا اوسي 2 زائد زد ناقص غاما اوسي 2 تساوي ار اوسي 2. نكتبو هاد الشكل، المركز غيكون هو الفا بيتا غاما والشعاع غيكون هو ار. دونك هذا هو المطلوب. كيفاش غنكتبو بهذا الشكل؟ كنحاولو نجبدو مطابقات هنا اكس مع اكس ايكغاك مع ايكغاك وزد مع زد. الى ما كانش زد كنخليوها هكاك. دونك اكس يعني هي نديرو يعني الوغ شنو غتولي؟ اكس اوسي 2 لاحظ ناقص 6 اكس هي ناقص 2 في 3 اكس زائد هي 3 خصني ندير 3 اوسي 2 باش نلقى مطابقة عامة. 6 خصني نقصها، يعني انا 6 من عندي ياك كملت مع اكس زائد ايكغاك اوسي 2 ايكغاك اوسي 2 ناقص 2 ايكغاك، اصلا عندي ناقص 2 ايكغاك زائد شنو عندي هنا؟ 1 2 في 1 ايكغاك يعني 1 اوسي 2 ونقصو مزيان ديرو علينا. الوغ شنو بقى لي؟ زاد زاد ما عنديش شي زاد، عندي غير زاد اوسي 2، يعني نديرو زاد اوسي 2 نديرو زاد ناقص 0 الكل اوسي 2 ثم ناقص هذا 15 اللي عندي هنا تساوي صفر مزيان. يعني اس هادي مطابقة عامة هي اكس ناقص 3 اوسي 2 هاد 3 خليها ابار تالتالي ونحسبوها. هادي مطابقة عامة ايكغاك ناقص 1 الكل اوسي 2 هادي اصلا راها مكتوبة بحال هكاك ونحسب دابا ونعاود نحسب. ناقص 3 اوسي 2 هي ناقص
سعر ناقص واحد وستنا هي ناقص واحد ناقص 15 شنو هتعطيني؟ ناقص 9 ناقص واحد هي ناقص 10 ناقص 15 هي ناقص 25 هي ناقص 25 تساوي صفر يعني اس اكس ناقص 3 25 هي 65 اذا مركز الفلكه اس هو اوميجا 3 1 0 وشعاعها هو ار يساوي جدا 25 يعني 5 ياك وكنشوف شو هذاك 3 1 0 دونك هي هذيك المريقله ار 5 مزيان صحيح اما 12 في 8 دور نستمر السؤال الثاني جاوبنا عليه دونك المعطيات هما حدايا بلا ما نعاود نكتبهم متفقين راه عندي لكم دائما خص اي نتيجه تاع اي تمرين تكون مكتوبه في ورقه ديال الوزع حدايا انا هي حدايا صحيح علاش لان بغيت المركز هذا هو معروف فانا هو المركز هذا هو والشعاع هو صحيح عندي بلا ما نعاود نكتبهم في الوزع ولكن انت ملي تكون خدام فرض في الامتحان دائما نكتب النتائج في الوزع خصوصا في دراسه الدوري مساله وليكن دلتا مار من اوميجا وعمودي على اب اس بين ان تمثيل البارامتر تاع دلتا هو هذا دونك كيفاش كنحددو تمثيل البارامتر كيخصنا نقطة ومتجهة موجهة النقطة عندي دلتا مار من اوميجا خصني متجهة موجهة شنو كيعني دلتا عمودي على اب اس دلتا دونك السؤال ثلاثة عمودي على اب اس و اب بي فيكتوريال اسي منضبية على ام اس شنو المعنى ديال هادي ها هو المستوى بس عندي دلتا عمودي عليه وعندي ان هاد المتجهة مثلا اذا كانت ان منضبية كذلك شنو غنقول ان ودلتا شنو غنقول بالنسبة لي ان ان موجهة لدلتا لان دلتا عمودي على المستوى وان منضمية على المستوى يعني غادي يكونوا الاتجاه تاع ان ودلتا غيكون متوازيا يعني غيكون ان موجهة لدلتا اذا شنو ا بي موجهة لدلتا صحيح اذا هذيك ممكن موجهة لدلتا ولدينا و بما ان دلتا مار من اوميجا اذا شنو نقول موجهة يعني غيكون اذا ديريكت هما تمشي البارامتر ولا نقولو اذا دلتا ام اكس ايغريك زد التي تحقق وشنو مادام شنو غيكون عندي لاحظوا معايا مزيان هذا دلتا نوضح الامور باش تفهموا واش كنديروا ها المتجهه مثلا موجهه مثلا ياك اذا كانت هذه موجهه لها دلتا دلتا مار من اوميجا مثلا دلتا هو مجموع من النقاط ان اكس يكريز ياك راه دائما اوميجا ام وان يعني مستقيمتين شنو يعني مستقيمتين يعني اوميجا ام كتساوي تي في ان تحقق اوميجا ام تساوي تي فاش في هذه المتجهة الموجهة تنتمي إلى أن الجملة إلا زدتها مزيان ما زدتهاش نكتب ديريكتو يعني هذا شنو هو إكس ناقص إكس أوميجا شنو هي أوميجا شنو هي عندها ثلاثة إيكراك ناقص واحد زد ناقص صفر هي زد تساوي تي اوبسون تاع ا بي فيكتوريال سي اوبسون تاع ا بي فيكتوريال سي هو 3 3 تي هنا ما عنديش علاش هنا عندي صفر اكراك دونك صفر هنا صفر تي يعني تي في اورتوب هو 4 4 تي انا تي تنتمي الى ان ولكن هذا الشيء انا ما كنشرح به ولكن اللي ما فهموش نقول له شنو غيدير الوغ اللي ما فهمش غيدير ديريكتور اذا ديريكتور من هنا من هذا السطر
بلا ما يدير هاد مجموعه النقط اللي تحقق ديرتهم، اذا هذه اذا نكتبها اذا ويدير دلتا هنا ويدير اكس ايغريك زد تساوي 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 3 تي الافصول نتاع المتجه الموجهه في تي زائد افصول النقطه اوميغا، ثم الارجوب نتاع متجهه موجهه وصفر تي يعني هي صفر تي زائد ارجوب تاع النقطه، ارجوب تاع النقطه اوميغا عندها واحد يعني يبقى واحد، ثم الافصول نتاع النقطه اوميغا الارجوب نتاع المتجهه المكربعه تي تي زائد الافصول نتاع الارجوب تاع اوميغا صفر يعني تبقى بعد تي تنتمي الى نعاود هي دبار من اوميغا. نقولو اذا ديريكتومون كتب لو تمشي بلا ما تعرفش شي باين ياك. الوغ اللي بغا يفهم شنو منين جبنا هادشي هذا، هايا اذا دلتا اون مجموع النقاط ام اكس يكراك زاد التي تحقق ماذا؟ تحقق اوميغا ام تساوي تي، يعني هذا كيعني انهم مستقيميتين متفقين، ومن خلال هادشي هذا يكون تكون متجهتين متقيستين اذا كان لهم نفس الاوبسور نفس الاورتوب نفس الاورتوب. يعني شنو الاوبسور نتاع هادي هو هذا كيساوي الاوبسور نتاع هادي هو تي ثلاثة، الأرتوب كيساوي الأرتوب، الأرتوب كيساوي الأرتوب، هنا شنو درنا؟ هاد ثلاثة جبتها منا، وهاد الواحد جبتو منا، وها الزر ما عندي أصلا والو، بقات هي هادي، بقات أربعة تي، صحيح؟ دونك هذا هو التمثيل البارامتري، ونشوف واش هو هذاك ولا لا، ثلاثة زائد ثلاثة تي هي هاديك، واحد هي هاديك، أربعة تي هي هاديك، صحيح؟ دونك لقينا التمثيل البارامتري نتاع دلتا، مزيان، إذا صح هاد الشيء دابا. السؤال مهم، بين ان دلتا يقطع سي اس في النقطتين، هنا مهم بزاف هادشي، مادام قالك بين انه يقطع اس في النقطتين، دونك نخدمو بهاد الطريقة هادي، ثلاثة باء، دونك لنحدد تقاطع اس و دلتا نحل النظمة، شنو هي النظمة؟ المكونة مكونة من التمثيل البارامتري المستقل إكس تساوي ثلاثة زائد ثلاثة تي، إيكغيك تساوي واحد، زد تساوي أربعة تي، ومعادلة ديكارتية للفلكة، دونك إكس أسي اثنان زائد إيكغيك أسي اثنان زائد زد أسي اثنان ناقص ستة إكس ناقص زوج إيكغيك ناقص خمسطاش تساوي صفر. نعاود لهذا السؤال نقرا، بين ان دلتا يقطع الفيلكا في نقطتين، ملي كيقول لك بين انه يقطع في نقطتين يعني خصك تحدد النقطتين على ضروري في حل النظمه، لو كان يقول لك مثلا ادرس الوضع النسبي للفيلكا هو دلتا دون تحديد التقاطع، هنا غادي نحسب مسافه دلتا عن مركز الفيلكا، مسافه دلتا عن مركز الفيلكا اذا كان اصغر من ال فان دلتا يقطع الفيلكا في نقطتين، صافي جاوبت على السؤال. إذا كان دلتا يساوي المسافة تساوي ال كتقول ممس، إذا كان المسافة أكبر من اس فإن دلتا لا يقطع الفلكة أبدا، متفقين؟ ولكن دابا هنا كتبين أن يقدر نحلو هاد النظمة، وإلا بغينا نحلو هاد النظمة عاود كذلك نقدر نجاوب على كل الأسئلة، علاش؟ إذا ما عندهاش حل راه لا يقطع الفلكة، إذا عندها حل واحد راه ممس، إذا عندها حلين راه يعني كيقطع الفلكة في نقطة، يعني ممكن تنتبه. الو شنو غندير؟ غنعوض اكس و ايكغيك و زد فهادي بالقيم تاعها، اذا اكس و سي اثنان يعني ثلاثة زائد ثلاثة تي سي اثنان زائد ايكغيك و سي اثنان يعني واحد و سي اثنان زائد زد و سي اثنان يعني ربعة تي و سي اثنان ناقص ستة اكس يعني ناقص ستة في ثلاثة زائد ثلاثة تي ناقص زوج ايكغيك يعني ناقص زوج في واحد يعني ناقص زوج صحيح ناقص 15 يساوي صفر، عوضت هنا تساوي صفر ياك، يعني دونك نشرب هادشي 3 و 6 9 نحسب مزيان هنايا علاش باش ما نعاودش على طول هادشي هذا، زوج في 3 في 3 و جوج في 9 هي 18 3 تي كل 6 هي 9 تي و 6 4 تي كل 6 هي 16 تي و 6 6 في 3 18 6 في 3 18
زوج في واحد زوج 15 صفر هاو نزيد نشوفو تي و سيتنا نديرو مع بعض 9 تي و سيتنا زائد 16 تي و سيتنا لي 25 تي و سيتنا نشوفو عاود تي 18 تي ناقص 18 تي صفر مشات صحيح مبقاش نشوفو الأرقام 9 ناقص 18 هي ناقص 9 ناقص 2 هي ناقص 11 ناقص 15 هي ناقص 26 ما نكتبش شي حاجه 9 ناقص 18 هي ناقص 9 ناقص 2 ناقص 11 ناقص 15 هي ناقص 26 انا غلطت في شي حاجه 100% زائد ونشوفو هادي إكس أو سيتنا زائد إيكس أو سيتنا زائد زد أو سيتنا ناقص 6 إكس ناقص 2 إيكس ناقص 15 هي هاديك ألوغ هاهي إكس أو سيتنا زائد إيكس أو سيتنا زائد زد أو سيتنا ناقص 6 إكس ناقص 2 إيكس ناقص 15 9 زائد 18 زوج في 3 6 في 3 18 18 تي زائد 9 تي أو سي 2 هي هاديك زائد 1 أو سي 2 هاد 1 أو سي 2 هو اللي مشى نسيتو شتو هاد 1 أو سي 2 نسيتو دونك هاد 1 أو سي 2 مدرناش دونك هو اللي دار المشكل دونك نديرو هنا زائد 1 أو سي 2 يعني زائد 1 هدو راسكم راه لا غلطت راسك كلمة هاد 1 نسيتو صافي مشى لي كلشي بالباطل دونك شنو تولي لي دابا 9 ناقص 18 هي ناقص 9 ناقص 2 هي ناقص 11 زائد 1 هي ناقص 10 ناقص 25 هي ناقص 15 هي ناقص 25 واشتو تساوي صفر يعني الوغ نعمل 25 تي او سي 2 ناقص 1 تساوي صفر يعني تي او سي 2 ناقص 1 تساوي صفر يعني تي أو سي 2 تساوي 1 أي تي تساوي جذر 1 اللي هي 1 أو تي تساوي ناقص جذر 1 هي ناقص 1 دونك لقينا تي أي نعوضو دابا باش نلقاو إكس وكيرا بزاف نعوضو هنا ألوغ إكس 3 زائد 3 تي يعني 3 زائد 3 في 1 3 زائد إكس تساوي هنا تي هي 1 ياك تساوي 3 زائد 3 6 إيكراك هي 1 ما عندي ما ندير فيها هذيك ما عندي ما تحسب فيها الزاد هي 4 تي يعني 4 في 1 هي 4 أو إكس إيكراك زاد إكس هي 3 زائد 3 تي 3 زائد 3 في ناقص 1 هي ناقص 3 صفر دونك إيكراك هي 1 ما عندي ما ندير فيها الزاد هي 4 تي على 4 ناقص 1 هي ناقص 4 اذا دلتا يقطع اس في وتعمل نسميو او عطاونا او عندها 6 1 4 و اف عندها 0 1 ناقص 4 اوكي يعطيك الصحيح الله يوفق نتلاقاو في 8 اخرى ان شاء الله